البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. فأما القبة الأولى فكان فيها وصايا الخدمة وقدس مزين، لأن القبة الأولى صنعت وهي التي كانت فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة وتدعى القدس. وبعد الحجاب الثاني القبة التي تدعى قدس الأقداس، وكان فيها مبخرة من ذهب وتابوت العهد المصفح بالذهب من كل جانب، وكان فيه قسط الذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد، وفوقه كان كروب المجد مظللين موضع الاستغفار. هذه التي ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل، فهذه لما تصنع هكذا يدخل الكهنة إلى القبة الأولى في كل حين لإتمام الخدمة. أما القبة الثانية فيدخلها رئيس الكهنة وحده مرة في كل سنة، وليس بغير دم الذي كان يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب. وهذا يظهره الروح القدس أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دامت القبة الأولى قائمة، التي هي رمز هذا الزمان الحاضر الذي فيه كانوا يرفعون القرابين والذبائح التي لا يمكنها بالنية أن تكمل من يخدم إلا بالمطعم فقط والمشرب وغسلات مختلفة التي هي فرائض جسدية وضعت إلى زمان التقويم. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة كأطفال مولودين الآن. اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه الحجر الحي المرذول من الناس ولكن مختار من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني هانذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما، الذي يؤمن به لا يخزى. فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عثرة وصخرة شك. أولئك الذين يعثرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعوا له، أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر، لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فقد صرتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.
الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما الكنيسة في كل اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام مبنية وسائرة بخوف الرب، وكانوا يزدادون كثرة بتعزية الروح القدس. وبينما كان بطرس يطوف عليهم جميعا جاء إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك رجلا اسمه إنياس وكان له 8 سنين مطروحا على سرير، وهذا كان مخلعا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فللوقت قام ونظره كل الساكنين في لدة وصارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان بيافة امرأة تلميذة اسمها طبيصة، التي تفسيرها وتسميتها غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وصدقات التي كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس هناك، أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه: لا تتوانى عن المجيء إلينا. فقام بطرس وجاء معهما، فلما جاء أصعدوه إلى موضع العلية، فوقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويرينه الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن بينما كانت معهن غزالة. فأخرجهم بطرس جميعا خارجا وجسى على ركبتيه وصلى، والتفت إلى الجسد وقال: يا طبيصة قومي. ففتحت عينيها، فلما نظرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ودعا القديسين والأرامل وأوقفها لهم حية. فزاع هذا الأمر في يافا كلها، وآمن كثيرون بالرب. ومكث في يافا أياما كثيرة عند واحد يدعى سمعان الدباغ. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. حبيبي 16 توت، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 51 للشهداء اللي بتوافق سنة 335 ميلادية، تم تكريس كنيسة القيامة بأورشليم. الملكة البارة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير راحت أورشليم علشان تبحث عن خشبة الصليب المجيد اللي اتصلب عليه الرب يسوع. عرفها مكانه في الجلجثة واحد يهودي اسمه يهوذا، لكن المكان عبارة عن كوم كبير، فأمرت الجنود إنهم ينظفوه، وفعلا لقوا 3 صلبان شكل بعض وبقوا محتارين: يا ترى فين الصليب المجيد فيهم؟ ربنا أراد مرور جنازة
والناس شايلين إنسان ميت رايحين يدفنوه، فوقفوهم وحطوا صليب على الميت ما حصلش حاجة، وحطوا صليب تاني عليه برضو ما حصلش حاجة، وأول لما حطوا الصليب التالت على الإنسان الميت قام في الحال، فسجدت الملكة هيلانا وكل الحاضرين للصليب المجيد، وأرسلت جزء منه والمسامير لابنها الإمبراطور قسطنطين، وأمرت ببناء كنيسة القيامة، وكانت في منتهى الروعة والجمال، وتم وضع الصليب المجيد فيها، والإمبراطور قسطنطين طلب تدشينها من القديس البابا أثناسيوس الرسولي بطريرك الإسكندرية، ومن بطريرك القسطنطينية، ومن بطريرك أنطاكيا. وفعلا زي النهاردة وصلوا أورشليم ومعاهم أسقفتهم، واستقبلهم القديس مكاريوس أسقف أورشليم، ودشنوا كنيسة القيامة، وتاني يوم طافوا بالصليب، يعني عملوا دورة داخل الكنيسة وفي الأماكن المقدسة، وكان احتفال عظيم بتكريس الكنيسة، بركة الصليب المقدس وهؤلاء الآباء القديسين. فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، آمين. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك توفى النذور في أورشليم، استمع يا الله صلاتي، لأنه إليك يأتي كل بشر. بسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبوس، سأل تلاميذه قائلاً: ماذا يقول الناس في ابن الإنسان من هو؟ فهم قالوا: قوم قالوا يوحنا المعمدان، وقال آخرون إيليا، وقال آخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك: أنت بطرس،
وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات.